السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامري. هلا إن شاء الله غنقدم واحد الحلقة اللي غالبية كيجيوني هذا السؤال كيتداول بزاف. هذا السؤال اسمه هو كيقول لك شحال العمر ديال الأرنب الصغير لمدة شهرين. هاد الإجابة شحال من واحد كنهضر له باللي خصها تكون منقسمة إلى شقين، أن ماشي خصو يسولو على الأرنب شحال يكون يوصل الوزن ديالو وهو لمدة شهرين، لا خصهم يسولو شحال يوزن لمدة شهرين، ولكن واش في الصيف ولا في الشتاء، يعني في الجو البارد كيختلف على الجو الحار. لان يعني الجو الحار انتم كما كتشوفوا معايا راه الحراره دابا راه يعني في المنطقه الشرقيه لاحظوا ان شوفوا هنايا يعني الجو كيفاش راه داير راه مغيم، ولكن بواحد نفس مزموسه سمو كيوقع ان الارنب ما كيبقاش ياكل، ولا المربي مشى ودار واحد المجهود وحاول انه يعطيه الماكله يعني يبززها عليه ويعطيه ويبقى يعمر له العلافه باش ياكل، مباشره كيوقع له الاحتباس الحراري. ملي كيوقع له الاحتباس الحراري يوقع له الموت مفاجئ، ما كتعرفوش مناش، ولكن راه كيكون عنده الاحتباس الحراري. يعني هذا السؤال هذا كيفاش اسمه الوزن، انا راني في الحقيقه وزنت في الجو البارد ووزنت في الجو الحار. بالنسبه للجو الحار في الحقيقه ما كيكونش عمليه التسمين، لان كما درتي حصله مشيتي بغيتي دير يعني تسمن وتعطي الماكله بزاف كتلقى قدامك الاحتباس الحراري. ما سمنتيش كيولي الارنب يعني ما تقدرش تبيعه لان كيطيح لك شويه غالي. في الحقيقه هاد الفتره هذه الواحد يصبر بما تفوت، لان المربي ما كيربحش بزاف لان ما كاينش الوسائل ديال التبريد، ما يمكنش ان الانسان يدير كليماتيزور لواحد نقولوا 10 النتوات، ولا حنا الاغلبيه ديال المربين اللي عاد بادين ما كيديروش 10 النتوات، كيديروا مثلا نقولوا واحد 4 النتوات 5 النتوات بهم باش كيخدموا. اما بالنسبه للمزارع الكبرى هادو كيكون عندهم الوسائل ديال التبريد، هذاك ممكن ان يعني لمده شهرين يجيب الميزان. شحال الميزان اللي كيكون فيه في الحقيقه لمده شهرين وسيمانه بالضبط كيكون فيه 2 كيلو. اما بالنسبه للصيف راه ممكن انه يوصل كيلو ونص كيلو 700. هذه هي الاجابه ديال هذا النهار. خاص المربي يفهم هذه الحاله هذه، ان يحاول انه غير يحتفظ على هذوك الارانب اللي عنده حتى يبدا الجو يبرد، عاد يحاول انه يقدر يسمنها. يعني من شهر نص ديال 8 مثلا شهر 9 صافي كتولي القضيه مبرده، كيولي الارنب ياكل مزيان، كيولي اي حاجه عطيتيها له ما يمرضش. قضيه في شهر 8 حاولوا انكم من هذه الفتره هذه ديروا له الابره ديال الليموراجي، يعني قلتها في حلقات سابقه وغادي نعاودها. شهر 8 راه كيتصابوا بالتسمم الدموي، حاولوا ديروا له الابره ديال الليموراجي. الناس اللي كيسولوني حقا هما باقيين عاد صغار كي غادي نديرو معاهم، راه ممكن انكم تعطيوهم النصف ديال الكميه، النصف ديال الكميه ديال اللي بلدي اللي موراجي اللي كتعطيوها الذكور او الاناث الكبار، ممكن انكم تعطيوه الصغار اللي في عمرهم شهرين مثلا شهرين، ممكن انكم تعطيوهم نصف سنتيم ديال كيونيبرافاك. كيونيبرافاك راه معروفه هي الدواء ديال التسمم الدموي، كديروا ليبرا نصف سنتيم ودقوها لهم صافي، وهانتوما مهنيين في شهر 8 كترتاحوا. هذيك ملي كدقوها لهم نصف سنتيم راه كتهز غير 6 شهور، 6 شهور كافيه انكم تبيعوا صافي. كتكون دازت شهر 8 جا الوقيته ديال التسمين، كيبقى ياكل مزيان، كتعطيوه الماكله كياكل ما كضروش، ما كاينش احتباس حراري، صافي ديك الساعه 100% غادي تستقر من الارانب. اذا هاد الفكره هذه خاص المربي ديال الارنب ما تبقاش بحال اللي شاغل الذهن ديالو، كيبقى يقول لا خصني انايا غير شهرين ونبيع. لا، كاين فرق ما بين الصيف وكاين فرق ما بين الشتاء.
يعني في الجو الخريف ولا الربيع ولا راه كتكون تربيه الارانب سهله، يعني كيولي الارنب غير كتعطيه كيبان لك كيتبان عليه الماكله كتبان عليه، وقداش ما عطيتيه الماكله كياكل الانواع ديال الامراض ما كتبقاش بزاف، يعني كتكون غير في شهر 8 هذا الشهر 6 عاوتاني اللي دا 6 و7 دا الارانب بزاف في هذا العام العباد الله الحمد لله. دابا ما بقاش الوفيات حضيو غير شويه من الاحتباس الحراري، حاولوا انكم ما تعطيهمش بنهار الماكله، خليو حتى الليل عباش عطيهم، وحاولوا انكم الناس اللي باغيين يقتصدوا شي شويه لان كتكون هذه الفتره ما فيهاش البيع، حاولوا انكم تقطعوا الخبز بواحد الطريقه على شكل سيكاليم وديروا له نهار نهار لا ولا يومين ونهار لا، المهم ان كتبقاو تساعدوا شي شويه لان الارانب ما كيكونوش في حاله طبيعيه لان كيكونوا مساكن ضاربين يعني مشغولين غير مع الصهد ومع يعني التنفس ديالهم ما كيكونش هو هذاك، قدرتوا انكم ديروا شي وحدين يولدوا ماشي مشكل حتى هي مزيانه، ولكن حاولوا انكم هذوك الصغار تنفسوا عليهم ديروا لهم تهويه مزيانه، يعني ما تحاولوش انكم تزمتوهم في واحد المكان لان الصغار الخلفات ماشي بحال الكبار، هذوك يعني يكونوا يعني كيتاثروا بزاف بالصيف بالصهد اكثر من الكبار. اذا هذا هو الموضوع ديالنا هذا النهار، لان بزاف ديال لي كومونتير كيجيوني على هذا السؤال، ما هو الوزن في عمر شهرين بالنسبه للارانب؟ كنقول لهم هذا الشيء ما تبقاوش تفكروا فيه في الصيف، لان في الصيف ما كياكلوش مزيان ما كيكونوش هما هذوك، المهم حاولوا انكم ما تفكروش في التسمين في فصل الصيف، حاولوا انكم غير تحتفظوا عليهم بحال اللي غير تحتفظوا على الكادر ديالهم، ملي غادي يجي وقيتهم وغادي تبغوا تسمنوهم راه بلا ما غتشعروا غتحسوا باي حاجه كتعطيوها لهم ما كضرهمش وكياكلوا مزيان وكيتمشاو معاك في الوزن. الناس اللي عندهم الوسائل باش ديال التبريد هذوك هو ممكن انهم يسمنوا حتى 2 كيلو في شهرين، شهرين ممكن اذا كان التبريد ان الارنب كيولي كياكل مزيان كيولي صحيح كيولي الا مشيتي تعطيهم مثلا ديك البروموتور واحد المحلول كتعطيو لهم كيسمنهم وكيوليو ياكلوا مزيان حتى هي ماشي مشكل، ولكن بالنسبه للاغلبيه ديال المربين ما يمكنش يكون عندهم وسائل التبريد مثلا كليماتيزور ولا شي مكان بارد ما يمكنش، لان هذه المناطق المغربيه اغلبيه يعني حنا في المنطقه الشرقيه يعني عندنا الصهد بزاف الصراحه، الارانب راهم كي 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 بحال اللي كيكافحوا معاك باش كيوصلوا ويمكن يتجاوزوا هذه المرحله في البرد، لا البرد عندهم هما القابليه ديال انهم يعيشوا في البرد ماشي مشكل، انهم كي عندهم ديك الشعر ديالهم سيدي ربي عاطيه لهم وخا يكون الجو بارد انهم كيصبروا، عكس الناس اللي دايرين الدواجين ولا خصوصا الدواجين اللي كان البرد بزاف كيتاثروا، اما الارنب كاين الناس اللي رباو في يعني في اصعب الظروف ديال البرد ماشي مشكل، ولكن بالنسبه للصيف كيصبروا راه اغلبيه ديال السلالات كيصبروا للصيف، ولكن المشكل ديالهم انهم خصهم الطريقه ديال الاكل ما خصكمش تكثروا لهم بزاف باش ما يتصابوش بالاحتباس الحراري. إذا هذه هي الحلقة ديالنا هذا النهار، حاولوا أنكم تبعدوا هذه الفكرة من 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 الأذهان ديالكم باللي لا في الصيف راني خصني لابد من 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 بيع فيه حتى هو بحالو بحال 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 باقي فصول، لا هذا الفصل هذا إذا ما عندكمش وسائل ديال التبريد حاولوا أنكم ما تفكروش في هذه القضيه هذه، انا راني بعت من واحد الخلفه هذه راه كان اللي كدير معكم فيديوهات سابقه بعت منها مزيان اي باش كنديباني شي شويه السيكاليم كنشري السيكاليم وكذا، ولكن ماشي هي هذاك هو الربح يعني اللي كيكون في الفصل البارد، الفصل البارد راه في الحقيقه راه كتكون القضيه مزيانه وكتكون الربح يعني غي صبروا في هذه المرحله هذه، حاولوا انكم تصبروا والخير ديما جاي القدام، هذا هو الشعار ديالنا اللي ان شاء الله كنقولوا في هذه القناه هذه، الخير ديما جاي القدام والقدام والقدام، حاولوا انكم تصبروا شي شويه وما يكون غير الخير ان شاء الله. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم وكنشكر الناس اللي كيراسلوني من بلدان اخرى من دول اخرى مصر الجزائر تونس كلشي راهم ولينا
ماشي اصدقاء ولكن كاسره الحمد لله. الحلقه ديالنا راه سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه جميله ان شاء الله غادي بالدعم ديالكم، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.